إخواني، استمعت إلى جميع المداخلات والخطب وهي كلها إيجابية. هذه الخطب ترفع النفس وتقوي النظرة إلى المستقبل، ولكنها لا تكفي. ونحن اليوم في جامعة الدول العربية وهي مؤسسة عربية قوية، لكنها ليست مسجد، هي دار للسياسة والعمل بالسياسة. إن شاء الله سوف نتخذ قرارات تعبر عن حقائق الأمر و في ذات الوقت تسعد أشقائنا الفلسطينيين وهم في ساحات المظاهرات. لا يكفي وليس من حسن التصرف أن نعبر عن مشاعرنا ونستنكر ما يقوم به الآخرون، ولكننا لا نفعل شيئا. ينبغي علينا أن نتصالح مع أنفسنا، وإذا أردنا أن نطاع ينبغي علينا أن نتصالح مع العالم. طرق السياسة كثيرة ونحن أهل حق، وبالتالي السياسة ينبغي أن تكون ذات حق، والحق لا ينكره أحد، لا كبير ولا صغير. نائب الرئيس الأمريكي قادم من المنطقة، وهو قادم من المنطقة ليس سياح، ولدينا ولدى الأشقاء الفلسطينيين من الوسائل الذي يمكن أن يحول هذا الوضع إلى مكاسب. فهل نحن في هذا الاتجاه أم نحن فقط نكتفي بما قلنا في هذا الاجتماع؟ إن كنا نريد أن نساعد إخواننا الفلسطينيين في إسماع صوت العرب بجانب صوتهم، هناك قيل أيضا في خطب الزملاء بعض الاقتراحات التي يمكن أن تكون إيجابية، وهو أن نعمل مخطط خارطة الطريق لعملنا خلال العام القادم، كي نمنع العالم بالكلمة الطيبة وبالتعاون أن لا أحد يذهب في هذا الاتجاه. مسألة اعتبار الضفة الشرقية والقدس الشرقية مكانا لسفارات الدول في إسرائيل، ينبغي أن تكون مكانا لسفارات الدول المعتمدة لدى الدولة الفلسطينية. وأرجو أن يكون يعني الأمر واضح في أن هناك مخطط سوف نتفق عليه وننفذه، وشكرا لكم.